السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني واهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي، استاذ آلة العود في معهد دراسات موسيقية في بغداد في العراق. اليوم عندنا قطعة موسيقية، مقدمة موسيقية لمقام الجهارقة اللي هم يسمى في المغرب العربي بالمزموم، اللي هو جهارقة الفا، واللي هو يبدأ من درجة الفا القرار، واللي هي مقدمة موسيقية جدا حلوة تستطيعون أن تعزفوها حتى إذا ما تقدر أنه تعزف الأغنية. قبل ما أبدأ أحب أنوه على أنه المحاضرات 8 محاضرات شهريا، اشتراك أونلاين في تعلم العود والغناء العربي. أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم، وخلينا نشوف النوطة. هذه النوطة أمامكم اللي دا نشوفها قدامكم لمقام الجهارقة، وهذا المقام اللي هو فرع من مقام العجم، واللي إيقاع الوحدة يقول دوم تك تك دوم تك. لاحظوا إيقاع الوحدة موجود أمامكم 2/4 دوم تك تك دوم تك. فراح شو تصير القطعة الموسيقية؟ راح تصير كالتالي. لاحظ أمامكم، شوفها، لاحظ أمامكم هذه النوطة اللي هي لا سي دا سي لا دا سي لا دا سي اس صول لا سي لا صول سي لا صول سي لا اس. تنعاد لا سي دا سي لا دا سي لا دا سي اس صول لا سي لا صول سي لا صول سي لا اس. هنا راح يصير عندك فا صول لا سي لا صول فا صول صول فا مي فا صول فا مي ري دو لا سي لا صول فا دو ري دو فا لا سي لا صول فا دو ري دو فا. ولاحظتوا أمامكم، فشفتوا أنتوا قدامكم الطريقة بقراءة النوطة، وهنا راح نقراها، نعزفها بالعود ونقراها. لا سي دا سي لا دا سي لا دا سي صول لا سي لا صول سي لا صول سي لا. وتنعاد مرة أخرى بالمقطع الثاني اس فا صول لا سي لا صول، وتقدر تعيدها باسرع هي المفروض لانه دبل كروش. فا صول لا سي لا صول فا صول صول فا مي فا صول فا مي ري دو لا سي لا صول فا دو ري دو فا لا سي لا صول فا دو ري دو فا. أخواني وأرحب بكم أجمل ترحيب مرة أخرى. وقبل ما أنهي أذكركم بالدورات الموسيقية اللي 8 محاضرات شهرية. تحياتي لكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي. مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.